السلام عليكم اخواني. اليوم عندنا طريقة عمل السلسلة مثل ما تشوفون قدامكم هاي، نثبتها باللاصق وجاها المكان البينة، وهذا السبراي كيبورد الامريكي. نبدأ رش. طريقة الرش سهلة، يعني خلي كرتون وياك او خشبة حتى لا يعبر. نبدأ يشتغل الفقاعات مثل ما تشوفون في داركم. هاي الطريقة تظليل خفيف. هاي الطريقة نبلش من فوق. أسود أو جوزي بالبداية، بعدين بالأبيض. انتهينا من هاي الطريقة. تحياتي لكم.